القوات الروسية بدأت بعمليات إطباق مكملة ومتكاملة على العاصمة الأوكرانية كييف، وقامت بتحركات مثيرة للغاية خلال 48 ساعة الماضية. وهذه التحركات هنا كما تلاحظون، هذه هي خارطة أوكرانيا بشكل كامل، وهذه هي العاصمة الأوكرانية كييف. طبيعة التقدم جاء من الشرق بشكل كبير للغاية، كذلك كان تحرك بهذا الاتجاه من الشمال الشرقي لهذه العاصمة، وكذلك هناك تقدم مثير أيضا على المستوى الغربي لهذه العاصمة المهمة. دعونا نركز على التقدم الذي جاء من الشرق، وإذا ما توجهنا إلى خارطة أقرب لكي نتدخل وندخل في هذه التفاصيل، سنلاحظ أن بهذا الاتجاه أولا هي روسيا طبعا، وهنا بيلاروسيا، هذه هي الأراضي الأوكرانية، وهذه هي العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا بالنسبة للتقدم منذ اليوم الأول بالنسبة لهذا المحور للقوات الروسية، هي تقدمت في بادئ الأمر تجاه هذه النقطة المتمثلة بمدينة كونوتوب. لم يدخلوا هذه المدينة، قاموا بالتفاف بهذا الشكل وتوجهوا إلى مدينة يطلق عليها اسم رومني، وكذلك توقفوا بهذه المدينة ولم يتقدموا ليوم أو يومين، وبعدها تقدموا بهذا الشكل المباشر إلى مدينة نزهين وكذلك إلى مدينة بريلوكي، وأصبحوا على مسافة 100 كيلومترا من شرق العاصمة الأوكرانية كييف. توقفوا أيضا ليوم أو يومين أو حتى 3 أيام، وبعدها خلال 48 ساعة الماضية كانت المفاجأة قادمة من القوات الروسية لتتقدم الآن إلى ستارا باسان وكذلك نوفا باسان بهذين الاتجاهين، وأنها لم تتوقف بهذا الاتجاه، خاصة وأننا يجب أن ننتبه بأن هاتين المدينتين هي لا تبعد عن العاصمة الأوكرانية كييف أو شرق العاصمة الأوكرانية كييف سوى 33 كيلومترا فقط، لكي تدخل طبعا إلى الحدود الإدارية لهذه العاصمة المهمة. هي لم تتوقف هنا، بل إنها أيضا قامت بتحركات مثيرة وبدأت بعمليات عسكرية مهمة للغاية، خاصة وتحديدا من نوفا باسان بهذا الاتجاه. دعونا نقترب بشكل أكبر لكي نطلع على هذه المنطقة وما جرى فيها. هذه هي ستارا باسان التي وصلت لها القوات الروسية، وهذه هي نوفا باسان التي وصلت أو نوفا باسان بهذا الاتجاه التي وصلت إليها القوات الروسية. هي تقدمت أيضا إلى هذه المنطقة ألا وهي بري موها، وبدأت بعمليات عسكرية من أجل عملية الإطباق والتهيئة لعملية الإطباق على الجهة الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف. هذه العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه الحدود الإدارية طبعا التي ترونها أمامكم، وهذه العمليات العسكرية هي ظهرت من خلال الراجمات الصاروخية للقوات الروسية التي ظهرت بهذا الشكل قبل يومين طبعا من هذه المساحة المفتوحة. الراجمات كما تلاحظون تضرب هنا طريق بهذا الاتجاه، كذلك كما تلاحظون الراجمات لها اتجاه معين. هذه المنطقة يجب أن ننتبه إليها ونأخذ علامات لكي ننتبه أين تقوم هذه الراجمات، ما هي الأهداف التي تهدف إليها، لكي نتعرف قليلا أو نصل إلى نتيجة أين ستتوجه هذه القوة تحديدا الموجودة في هذه المدينة المهمة. بالنسبة لهذه المنطقة، إذا ما أخذنا هذه العلامة من هذه الطائرة المسيرة التي صورت العمليات القادمة تقريبا من هذه الساحة التي شهدناها من هذا الاتجاه، مع الأخذ بهذه العلامة لهذا الشارع بهذا الشكل وكذلك هذه المنطقة التي تأتي بهذا الشكل لكي نتعرف عليها بالأقمار الصناعية، بكل تأكيد طبعا الراجمات هي كانت تضرب تقريبا بهذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى القمر الصناعي لكي نعرف أين وصلت هذه القوات الروسية وما هي الأهداف الرئيسية التي تهدف إليها. إذا ما اقتربنا من هذه المدينة بريموها، هذه هي بريموها، دعونا نقترب من هذه المنطقة الآن. دعونا نقلب هذه الصورة لكي تتطابق مع ما نمتلكه هنا من صورة تم تصويرها طبعا بالطائرة. سنلاحظ بأننا بالطائرة المسيرة سنلاحظ بأننا تقريبا أمام نفس العلامات بهذا الاتجاه. هذه هي الساحة التي استخدمت أو أطلقت منها راجمات الصواريخ صواريخها بهذا الاتجاه، وهذا هو طبعا الطريق الذي رأيناه، وهنا المنازل بهذه الاتجاهات التي ترونها. وبالتالي بالقيام بهذا الاستهداف من هذا الاتجاه هو قد يوضح لنا فكرة أين تتوجه هذه القوات. دعونا نبتعد قليلا وسنلاحظ بأننا أمام مدينة بريموها. هذه هي مدينة بريموها، وهذه هي العلامات الأمامية التي أخذناها، ومن هنا الساحة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه. وبالتالي واضح جدا بأن هي الراجمات تطلق الصواريخ بهذا الاتجاه. هنالك عدد من المدن التي يجب أن ننتبه إليها، هنا مدينة، هنا مدينة، كذلك هنا مدينة، العديد من المدن، ولكن الواضح أبرز مدينة هي مدينة تبعد
28 كيلو مترا عنها. وهذه المدينة طبعا عن بريموها بهذا الاتجاه، وهذه المدينة هي مدينة يطلق عليها بورسبيل. هذه المدينة طبعا بكل تأكيد هي مهمة، لماذا؟ لأنها قريبة جدا من الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف، كذلك بأنها لا تبعد إلا 28 كيلو مترا، ومثل هذه الراجمات ممكن أن تصل ضرباتها إلى 850 كيلو مترا أو 550 كيلو مترا، والمدى الفعال بالنسبة إليها هو يكون على مسافة 70 كيلو مترا. والواضح بأنهم يستهدفون هذه المدينة لأن هنالك أمورا مهمة فيها، واحدة منها هي المدينة قريبة طبعا كما تحدثنا، وكذلك هنالك مطارا بالنسبة لهذه المدينة، فالواضح أن هنالك تهيئة للوصول إلى هذه المدينة. هذا هو طبعا القاعدة أو المطار الذي يأتي طبعا بهذا الاتجاه، وهذه هي المدينة وهذه الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف، والتي لا تبعد إلا 7.9 كيلو متر، وكذلك بأنها تغلق مجالا مهما جدا وتحاصر مجالا مهما جدا من العاصمة الأوكرانية كييف. هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف والحدود الخاصة بها، وهذه هي طبعا المدينة التي نتحدث عنها ألا وهي بورسبيل، التي واضح جدا بأنها تغلق الجنوب الشرقي للعاصمة الأوكرانية كييف. فالواضح تماما مع وجودهم بهذه المنطقة بأنهم يريدون فعلا التقدم إلى هذه المنطقة بورسبيل، وكذلك التقدم من هذه المدينة المهمة التي تحدثنا عنها ألا وهي ستارا باسان إلى هذه المنطقة التي هي تعتبر ملاصقة ومنطقة مهمة جدا لعملية المواصلات، وبالتالي ستغلق هذه المدينة تماما وتغلق هذه المدينة كذلك. والواضح بأن هنالك مع توجه أيضا اليوم أتى الحديث حول تقدم من القوات الأوكرانية، لن تتقدم إلى مدينة تشيرنهيف، لا زالت هي محاصرة لمدينة تشيرنهيف المهمة، ولكنها تقدمت إلى مدينة يطلق عليها كوزليتسك، وهذه المدينة طبعا يحاولون من خلالها واضح بأنهم التقدم لمحاصرة الشمال أو المنطقة الشمالية الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي نلاحظ تماما بأن هنالك محاولات للإطباق على هذه المنطقة، وهذه لديها أو لدينا من خلالها عملية مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، بأن هنالك أمرا مهما تهدف إليه القوات الروسية. هذه الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف كما تلاحظون تقريبا بهذا الشكل لكي ننتبه إليها بشكل أكبر، وبالتالي فإن القوات الروسية بوجودها بهاتين النقطتين التي تبحث للوصول عنها أو حتى المهاجمة هذه المنطقة بهذا الاتجاه، هي تهدف طبعا لعملية إشغال القوات الأوكرانية المنشغلة في مواجهة القوات الروسية التي تقدمت منذ اليوم الأول إلى طبعا شمال العاصمة الأوكرانية كييف وشمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، إلى هذه المنطقة المتكونة بمطار أنتونوف وبوتشا، وكذلك إلى إيربن التي تجري فيها الكثير من المعارك. وبالتالي بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تركز الكثير من جهودها بهذا الاتجاه مع وصول القوات الروسية من هنا، هي ستضطر إلى توزيع اتجاهاتها وتوزيع المواجهات، وبالتالي تتوزع الجبهات وتفتح جبهة مهمة جدا إلى القوات الروسية لكي تتقدم من هذه المنطقة، وبالتالي العاصمة كييف تبدو في موقف لا تحسد عليه، خاصة وأن القوات الروسية الآن هي تحقق نجاحات على هذه المنطقة الغربية. اليوم هي أيضا تمكنت من إغلاق الطريق الغربي الذي يمتد بهذا الاتجاه والذي يأتي قريبا من مدينة ماكاريف التي لم تسيطر عليها القوات الروسية، ولكن هي حاصرتها أيضا من المنطقة الغربية، وبالتالي هم قطعوا هذا الطريق فعلا الآن، وبالتالي المنطقة الغربية بدأت تغلق شيئا فشيئا. بل إن هنالك نقطة مهمة أخرى ألا وهي بوروديانكا التي تأتي تقريبا بوروديانكا بهذا الاتجاه. بوروديانكا الكثير من الصراعات جرت فيها، ولكن الواضح بأنها تمت السيطرة عليها، ولكن من؟ هل من القوات الروسية تمت السيطرة عليها؟ الواضح بأن الشيشانيين لعبوا دورا كبيرا في حرب الشوارع التي تجري هنا، والذين هم متواجدين أيضا في أنتونوف في هذه المنطقة، وبدأوا يتقدمون إلى بوتشا وإلى إيربن من أجل السيطرة عليها. وجاء مقطع فيديو اليوم للقوات الشيشانية التي تقود معاركا كبيرة، معاركا للشوارع هائلة جدا، ظهروا وهم يرفعون العلم على إحدى مراكز الشرطة الأوكرانية الموجودة في مدينة
البوروديانكا كما تلاحظون بهذا الشكل. هذا هو العلم الشيشاني، وهذا العمود يجب أن نركز عليه مع السقف الذي يبدو طبعا حافاته الخاصة تبدو باللون الأزرق. وهؤلاء هم المقاتلين الشيشانيين طبعا الذين دخلوا إلى هذه المدينة ويلعبون أدوارا في حرب الشوارع، حقيقة مميزة للغاية بالنسبة إليهم وللتقدم الذي يقومون به بكل تأكيد. وبالتالي بالنسبة إليهم الآن إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نتعرف على هذه المنطقة، هذه هي بوروديانكا التي ظهرت طبعا وظهر فيها الشيشانيون. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا وسنلاحظ بأننا أمام نفس هذا العمود الذي تم رفع العلم بجانبه للشيشانيين طبعا، وهذه هي السقفية أو السقف لهذا المبنى الواضح اللون الأزرق يأتي بحافاته بهذا الشكل. وبالتالي هم سيطروا على هذه المنطقة تماما. وإذا ما عدنا إلى القمر الصناعي مرة ثانية، هذا يوضح لهذا مركز الشرطة الذي يأتي بهذا الاتجاه بأنهم سيطروا تقريبا على 35%. إذا ما اعتبرنا بأن هذه المنطقة لا زالت القوات الأوكرانية موجودة بهذا الاتجاه، ولكن الواضح بأن القوات الشيشانية تمكنت فعلا من بوروديانكا بالكامل، قصفت بشكل كبير وحرب الشوارع واضح التقدم بالنسبة للقوات الشيشانية. وبالتالي بأن نحن هنا أمام موقف صعب جدا بالنسبة للقوات الأوكرانية وللحكومة الأوكرانية بشكل عام من الشمال، إطباق بهذا الاتجاه واضح هنالك رغبة للتقدم بهذا الاتجاه. بوروديانكا وكذلك هنا مكاريف ستواجه الكثير من المعارك، وشيئا فشيئا هنالك تقدم للإطباق على هذه المنطقة. واضح لم يعد هنالك الكثير أمام العاصمة الأوكرانية كييف، وسرعة كبيرة جدا في هذا التقدم، ولكن لا زالت القوات الأوكرانية أيضا من جهة أخرى تمتلك عددا من العوامل المهمة، لا زالت هي العاصمة تحت سيطرتها بكل تأكيد، لا زالت هذه المنطقة الجنوبية بيدها، لا زالت فاسليكييف أو فاسليكييف لا زالت تحت سيطرتهم أيضا، مكاريف تحت سيطرتهم رغم الحصار، لا زالت هذه المناطق والأهداف التي تحدثنا عنها لا زالت بيد القوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة. وأن تكون الأجواء مفتوحة من هذا الاتجاه، هذا يعني بأن لا زال هنالك إمكانية لإرسال الدعم إلى القوات الأوكرانية من قبل تحالف أو حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن نيويورك تايمز كشفت يوم أمس بأن هنالك فقط من الولايات المتحدة الأمريكية 17,000 من القاذفات التي هي أو المقذوفات التي تستخدم ضد الدبابات وضد الدروع وغيرها تحصلت عليها القوات الأوكرانية بهذا الشكل. كذلك وزير الخارجية الأوكراني صرح بأن هنالك 20,000 مقاتلا سيدخلوا كييف لمساندة والقتال بجنب القوات الأوكرانية، وهؤلاء يضافون إلى 16,000 أجنبيا أيضا دخلوا إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي العاصمة الأوكرانية كييف هي في موقف جيد جدا للغاية، وهنالك تحشيدات وتحولت إلى ثكنة عسكرية وتجهزوا على أعلى المستويات. ولكن في نفس الوقت أيضا يجب أن ننتبه بأن الخارطة بدأت تبدو بهذا الشكل بالنسبة للتقدم والتدخل العسكري الروسي باللون الأحمر، كل هذا تقدم روسي كما ترون بحسب الانستيتيوت أوف ستادي أو ستادي أوف وور هي التي نشرت هذه الخارطة المحدثة. لا زالت طبعا كييف كما تحدثنا مسيطر عليها، تشيرنهيف، سومي، خاركيف لا زالت بيد الجيش الأوكراني بكل تأكيد، وكذلك هذه المنطقة ألا وهي فوزنسنسك، هذه المنطقة لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية ولا زالت تدفع القوات الروسية وتحاول أن تحمي أوديسا بهذا الشكل. كذلك اليوم كان هنالك صاروخا انطلق من أوديسا وأسقط في مياه البحر الأسود وأغرق في حقيقة الأمر في مياه البحر الأسود إحدى السفن الحربية التابعة إلى الجيش الروسي. لذلك لا زالت هنالك الكثير من المقاومة القادمة من الجيش الأوكراني، ولكن السؤال الأكبر هل سيتمكن وهل ستتمكن أو يتمكن الجيش الأوكراني من عملية صد هذه الهجمة الكبيرة وهذا التدخل الكبير الروسي؟